قبل أن نبدأ نقاشنا نبقى مع هذه العينة من الآراء حول صندوق المقاصة. صندوق المقاصة صراحة ما نعرف عليه ولا ما عرفتش ما فراسيش فهم مزيان تعاون الناس. الصندوق اللي كيعطي الدعم للمواد ديالك الأولي المغاربة وكينيدي تيهبط في الطحين في الزيت في السكر باش ما تيكونش العيب ثقيل على المواطن. كيتكلموا عليه في البرلمان وداك الشيء كنسمع صندوق المقاصات بحال مثلا هو اللي كيزيد في البترول وكيزيد في هذا الشيء ديال المسائل. فايت هو كان ضرف مع الحكومه ديال بن كيران وعلى اساس انهم يقدوا مثلا الغاز مثلا كاين الزياده مش نقصان يعني ما عمر نقصوا فيه. La caisse de compensation, il faut que ça soit équilibré. Il y a des grandes entreprises dans le sucre, dans la biscuiterie, qui bénéficient de beaucoup de réductions d'impôts par rapport à justement des pauvres personnes qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Voilà, ma question de Marc, c'est la maquine ou alors. On a mis le bois, il est dans la femme, on a mis le bois, 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 on a mis شنو هي صندوق المقاصة؟ غنبداو من تهينا في الميكرو تروتوار. هذا الطفل اللي كيتسائل كما يتساءل الكثير عن شنو هو صندوق المقاصة. اعتقد بان كما جاء في الميكرو تروتوار الامور واضحة، يعني عندنا نقاش عام وكبير جدا على واحد الموضوع اللي هو مهم وكيهم كيهم جميع شرائح المجتمع، بل أكثر من ذلك كيهم المقاولات، كيهم الدولة وكيهم المواطن، سواء المواطن العادي أو المواطن الفقير أو المواطن. ولكن ورغم ذلك كيتضح من الميكرو تروتوار بأن عدد كبير من المغاربة لا يعرفون ما هو صندوق المقاصة ولماذا أنشئ صندوق المقاصة ومتى أنشئ صندوق المقاصة. يعني بكل بساطة أريد أن أقول بأن صندوق المقاصة هو واحد صندوق اللي كديره الدولة من أجل الحقيقة في البداية كان الهدف الأساسي ديال هذا الصندوق هو إعانة شرائح ضعيفة في البلاد، يعني الناس الفقراء ما يقدروش بالخصوص أنهم يتحملوا عبء ديال الحياة العامة، وبالتالي تدار صندوق المقاصة على أساس أن الدولة تدعم مجموعة من المواد الأولية باش الدولة كتحمل واحد القسط الكبير من 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 الكلفة ديال هذه المنتوجات، وكتبقى كلفة صغيرة هي اللي خصو يتحملها المواطن البسيط. هذا في البداية ولكن المشكل الأساسي اللي وصلنا ليه حاليا وعليها نقاش دائر في جميع المنابر الإعلامية والسياسية والاقتصادية، اتضح أن صندوق المقاصة أصبح مكلفا جدا بالنسبة للدولة، بحيث أن مثلا في 2012 وصل تقريبا أكثر من 50 مليار درهم. حنا في المفهوم دابا غنجيو نهضروا على الإشكالية وعلى الأزمة. الأستاذة لطيفة، شنو رأيك فيما قيل بعد في الميكرو تروتوار؟ أولا شكرا للأخت مونية على هذه الاستضافة. أنا في الحقيقة فوجئت بأن يعني رغم ما استهلك وما قيل حول هذا الموضوع حول إشكالية المقاصة كنلقاو واحد الشريحة كبيرة يعني من المواطنين، خاصة في الدار البيضاء ربط في هذا المحور، خاصة أنا ما أثرني هما شباب يعني لا يعلمون ماهية هذا الصندوق وماذا يعني هذا الصندوق ولماذا يعني لاش كيصلح. يعني كانوا بعض الإخوان اللي عندهم كما كنقولوا هم الحياه، هما اللي عارفين بان طرقوا الزيت والسكر وهذا، مع العلم ان خاصنا نوضحوا بعض المفاهيم بان الزيت ما بقاش في الدعم واحد المجموعه ديال الاشكاليات. هذا الصندوق كما قال الاستاذ يعني هو انشئ من بدايه الاربعينيات للقرن الماضي بتسميات اخرى. وقبل ما نطرقوا للصندوق، اولا غير واحد توضيح بسيط الله يخليكم، احنا كنقولوا ملي كنهضروا على منظومه دعم او منظومه مقاصه، ما كنهضروش على صندوق. الصندوق هو الهيئه
المشرفة على تسيير وتدبير الدعم. أما المنظومة ففيها، ولكن الأزمة يمكن طالت الصندوق، طالت الصندوق وطالت أيضا حتى المنظومة. لأنها عندنا هيئتين، عندنا المكتب الوطني، المكتب المهني للحبوب والقطاني اللي كيدبر دعم القمح و الحبوب، القمح والدقيق الوطني، وصندوق المقاصة. يمكن صندوق المقاصة لأنه عنده الحس وعنده يعني الفئة الكبيرة من المواد التي يدعم. حسة الأسد من المواد المدعمة. من المواد المدعمة. أستاذ لطفي، ما رأيك في ما قاله المواطنين عن هذا الصندوق؟ بداية شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد من خلال الاستطلاع اللي دار مع المواطنين وتبين أن واحد العدد ديال المواطنين لا يعرفون ما معنى نظام المقاصة وكذلك صندوق المقاصة، لأن مع كامل الأسف كل الخطابات التي تداع ويشاهدونها كيبقى خطاب سياسي في أرقام 50 مليار 40 مليار صندوق المقاصة العجز، بمعنى ما كاينش خطاب مبسط المواطن المغربي باش نقولوا له ودير هذاك الصندوق هو النظام، وعبر الصندوق كندعموا بعض المواد الغذائية الأساسية وبعض المواد الأساسية كالمحروقات إلى غير ذلك. بالطبع المراحل اللي عرف هاد النظام من بداية الأربعينات، بمعنى في عهد الحماية الفرنسية وهي التي خلقت هذا النظام، وجاء الظاهر ديال 77، ومن بعد جات ظاهر أخرى، وجات واحد العداد ديال القوانين، ولا جيتي تقراها اليوم غتلقاها كلها متناقضة، بمعنى ما أشرتم إليه السادة الكريمة، بمعنى أنه فعلا صندوق تعيش أزمة. من بعد غنوقفوا على الأزمة شنو هي اللي كيعرف هذا النظام ككل، لكن إلا وقفنا غير عند حدود أن المواطن لا يعرف ما هو نظام المقاصة أو ما هو صندوق المقاصة. هو مسؤولية الدولة. كاين شي كيسميه صندوق المقاصة، شي كيسميه موازنة، شي كيسميه صندوق الدعم الموجه للفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود. وكتبان مع كامل الأسف لغتنا ديال السياسيين وحتى البرلمانيين كتبقى ديما لغة مرتفعة على بالطبع العموم ديال المواطنين. هو في الأصل أستاذ قلنا موجه للفئات الفقيرة. من هي هذه الفئات الفقيرة؟ هذا سؤال وجيه، لأن في الحقيقة أنا فاش كنبغي نحدد كنهضروا بزاف كما قال الأستاذ، ولكن ما كنوقفوش على المصطلحات، كنقولوا الفئات المستضعفة ولا الفقراء، لكن أنا شخصيا ما كنعرف شنو هو الفقير في المغرب. قدروا نقولوا بأن الفقير خصنا نحددوا معايير، لأن فاش كنقولوا بأن المغرب بلد استثنائي راه في الحقيقة راه بلد استثنائي، لأن الفقير ما كنعرفوش شنو هو، لأنك كتلقى فقير في المظهر ولكن يمكن يكونوا عنده مسائل اللي ما كاينينش عند الطبقات الوسطى. الفقير اللي كنهضروا عليه واللي كتوصلوا على حسب الدراسه اللي تدارت ديال مجموعه من الدراسات وبالخصوص المركز ديال المنافسه، 9% من الميزانيه ديال صندوق المقاصه كله هي اللي كتمشي لهاد الفئات، علما ان في البدايه هذا الصندوق تدار ولا المنظومه ديال الدعم كتدار على اساس انه، مازال غنرجعوا لهذ القضيه ديال المنظومه ديال الدعم، لان انا كنت حصرت النقاش ديالي في صندوق المقاصه، لان ايفيكتيفمون ما عندناش واحد النظره شموليه ديال الدعم. عندنا بزاف ديال الصناديق، عندنا المبادره الوطنيه، عندنا صندوق المقاصه، ولكن ما عندناش نظره شموليه على سياسه الدعم، ما عندناش استراتيجيه واضحه ديال الدعم. نرجع لك القضية ديال المستهدفة، الفئة ديال المستهدفة. في البداية أنا قلت في الأول بأن هذا الصندوق غير ناجح، غير ناجح لسبب بسيط، لأنه يستهدف الفقراء والمواطنين الذين يمسون بالهشاشة، ولكن في الأخير الدراسات بينت بأن هذه الفئة ما استفدتش من هذا الصندوق. العكس من ذلك، أن الفئة اللي استفدت من الصندوق هما بالخصوص مقاولات. أنا ما كنقولش أن المقاولات ما خصهاش تستفد، لأن الصندوق في البداية فعلا الهدف الأساسي هما الفقراء، وإنما ما كننساوش حتى المقاولات، لأن المقاولات وتنافسيتها تهي كانت من بين الأهداف الأساسية، يعني كان عنده هدف اجتماعي ولكن كان حتى الهدف الاقتصادي. المشكل حاليا غير ناجع، لأن
لا المواطنين الضعفاء توصلوا لذاك الشيء اللي خصو يتوصلوا به، لا المقاولات التنافسيتهم في مستوى اللي يمكن يضاهي التنافسيه ديال الشركات العالميه، وبالخصوص اننا عارفين بان احنا نخرطنا في المسلسل ديال العولمه. لا الميزانيه الدوله تهنات، دونك ميزانيه مكلف جدا، غير ناجح، مكلف وغير منصف. غير ما هادو هما ثلاثه الصفات اللي يمكن انا نقول الحاله الراهنه ديال صندوق المقاصه. كيفاش كتشوفوا استاذه اشكاليه الاستهداف؟ هو انا الا سمحتوا لي غادي غير احنا في برنامج توضيحي غنوضح واحد المساله. يعني الصندوق لما انشئ لم ينشا من اجل فئه ما. الصندوق لما انشئ انشئ لجعل جميع الاسعار تبقى مستقره، يعني هادو القوانين للجميع. يعني سمحوا لي غنرجع شويه للتاريخ. يعني هذا الصندوق كان له دور اقتصادي اولا في بدايه انشائه، كان له دور اقتصادي، يعني هو واكب وساهم في تطوير واحد المجموعه من القطاعات، اللي منها الاسمنت، منها قطاع الحليب، منها قطاع الاسمده، منها قطاع البترولي. يعني كان له دور اقتصادي. من بعد الازمات البتروليه ديال 73 و81، يعني مداخل هذا الصندوق اصبحت يعني شحت واصبحت مرتبطه بخزانه الدوله. يعني خزانه الدوله هي اللي اصبحت تمول هذا الصندوق. فبدانا في عمليه تحرير مجموعه من هذه القطاعات. يعني اخرجنا قطاع الحليب، الاسمنت، هذه القطاعات كلهم خرجت، واصبح دوره دور اجتماعي يقتصر على واحد الفئه ولا واحد المجموعه محدوده من المواد اللي هي كنعرفوها حاليا. يعني المواد البتروليه، السكر بانواعه، والغاز بوتان، وواحد النوع معين من الدقيق. يعني الدور ديالو انه ما عمره ما كان يعني مستهدف فئه معينه. لكن وهذه اشكاليه في حد ذاتها، يعني التطور لهذا الصندوق والرهانات الحاليه وتطور يعني السوق الدوليه، خاصه المواد الاوليه التي عرفت واحد التحول كبير في السنوات الاخيره، سورتو خاصه هذه العشريه الاخيره، يعني اللي اصبح البرميل النفط يفوق 120 دولار، اصبح السكر ايضا يفوق 500 دولار، القمح ايضا. يعني هذه الاشكاليه اصبحت يعني تثقل كاهل الصندوق وكذا كاهل ميزانيه الدوله. فهنا اصبحت تساؤلات حول من يستفيد من هذا الصندوق، وعلاش غنستمروا ندعموا هذا الصندوق بهاد يعني الشموليه. سيرتي الفئه المستهدفه واضحه، واعتقد ان المندوبيه الساميه للتخطيط قامت بدراسات وعطتنا خريطه الفقر في المغرب، وعينات قالت لنا هذه الطبقه المتوسطه مما تشكل وشنو حدود الاجور ديالها والمداخل ديالها، وكذلك الفقراء والفئات الغنيه. بالنسبه للفئه المستهدفه واضحه بناء على معطيات اللي هي صادره عن مؤسسه عموميه ومعتمده من طرف الحكومه، وحتى المنظمات الدوليه تاخذ من هذه المعطيات الصادره عن المندوبيه الساميه للتخطيط، الى درجه ان الا كنهضروا على البطاله اليوم في المغرب تنقولوا 9% هي المندوبيه الساميه. كذلك على الفئه المستهدفه المصادر ديالها هي هذه المؤسسه. بالنسبه لصندوق المقاصه هو اليه اولا الهدف ديالو هو الاستقرار الاجتماعي، لان كل الدول منها مصر ومنها تونس وكل الدول اللي وقعت فيها قلاقيل وانتفاضات كبرى كانت بسبب رفع الدعم ديال الاسعار ديال المواد الغذائيه الاساسيه، باش ما نقولوش بانه راه كان هذا الصندوق او النظام ككل، ماشي غير الصندوق، النظام كان يستهدف اولا الاسعار تبقى مستقره. الاسعار ديالاش ديال واحد المواد اللي هي واسعه الاستهلاك، بحال السكر، بحال الزيت، بحال الدقيق، ولكن بالاضافه للمحروقات، وهذا عبر العالم. وهذه التجربه ديالنا حنا راه كاينه عند واحد العدد دول، ماشي غير بوحدينا اللي عندنا، بما فيها الانظمه الجديده بحال اللي خدينا البرازيل. البرازيل جاو بنظام اخر، وراه درجه النمو وصلت ل 8% 7 حتى 8%، ولكن بنظام يستهدف الفقراء
الدعم المباشر عندهم. الدعم المباشر بالطبع من لغاو الطريقة اللي كانت معتمدة. أما اليوم باش نقولوا أنه هذا النظام لا يستهدف الفقراء، العكس، هو الهدف ديالو الرئيسي والتوجه ديال النظام ان سيستيم دو كومبونساسيون موجه لدعم القدره الشرائيه. السؤال كيتعاود، شنو هو الفقير ببلادنا؟ من هو الفقير؟ دونك بالنسبه لنا الفقير هو كما قلت لك هذيك خريطه الفقر اللي صدرت مع كامل الاسف، دابا خصها تراجع لانها صدرت في 2004، وبناء على المداخل ديال الاسره كيحدد هو مع كامل الاسف كاين عاوتاني انه الطبقه المتوسطه في المغرب يقال انها كتمثل اكثر من 50%. واش هذا صحيح وهذا غير صحيح؟ نعم. اما الدعم موجه للطبقات الفقيره، ولكن حتى الطبقات المتوسطه، خاصه ان المجتمع المغربي الاجور فيه المعدل ديالها ما بين 4000 درهم على اكبر تقدير، ولكن راه لو سميك بمعنى الحد الادنى للاجر ما كيتعداش 2400 درهم. بمعنى اخر ان 1% او عفوا 20% من المواطنين الاكثر فقرا في المغرب شحال كيستافدوا من هذا الدعم ديال المقاصه؟ 1%. والشركات الكبرى مع كامل الاسف، كيف الشركه كبرى مثلا المولتي ناسيونال كتستافد من الدعم ديال السكر؟ واش انا المغرب المغرب بوضعيته الاقتصاديه الهشه يدعم شركات متعدده الجنسيات؟ لانه هذا عطيت مثال، هناك امثله متعدده، لانه في ظل الفتره ديال الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي حكومه التناوب، شنو هو المخطط اللي مشاو ليه؟ هو استرجاع الدعم من هذه الشركات، بمعنى بدل ما نجي ونحيد الدعم كنمشي لهذه الشركات، وهاد الناس الاغنياء اللي كيستافدوا من هذا الدعم خصهم يردوه للدوله، لان الدعم مخصص للطبقات الفقيره والحفاظ على القدرة الشرائية. نعم. طبقة المتوسطة. نعم. لأن إلا مشات تلغى صندوق ماشي غير الفقراء اللي غيضيعوا، بل كذلك الطبقة المتوسطة اللي هي صمام أمان المجتمع في المجتمع والاستقرار ديالو. داكشي علاش قلت ما وقع في مصر وفي تونس، وحنا كنشوف واحد العدد ديال الدول، السبب ديالو هو المساس بهذه القدرة الشرائية. هذا يخليني نتكلم، واش أزمة الصندوق هي أزمة نمط دعم في رأيك؟ شنو هي الأزمة بالضبط؟ كيفاش ظهرت؟ فوقاش ولينا كنقولوا أن هذا الصندوق يعيش أزمة؟ اسمح لي أستاذ منيا ندير واحد التعقيب بسيط، هو أن نعم. بالنسبة للجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي ما يمكنناش نفصلوا بيناتهم. نعم. فعلا أن الصندوق المقاصة ولا منظومة الدعم يمكن يكون عندها في البداية هدف أساسي ولا دو بريوريتي، يعني أن الأهم هو نعم. الجانب الاقتصادي، ولكن ما كيتنساش الجانب الاجتماعي. وإلا كان حاليا الجانب الاجتماعي هو الأهم ما يمكنش يتنسى الجانب الاقتصادي. وأنا كان أعتقد بأن منظومة الدعم ولا صندوق المقاصة بالخصوص عنده دور اقتصادي، عنده دور اجتماعي. الدور الاقتصادي لان على الاقل نقدروا نشوفوه في جوج جوانب باش نهضروا بالاقتصاد، يعني كاين الجانب الماكرو اقتصادي، حينما يثقل صندوق المقاصه كاهل الدوله النفقات ديال الاستثمار كتقلال، فاش كيقلل نفقات الاستثمار كيقلال الاستثمار بحد ذاته، وبالتالي حتى كيأثر على التشغيل، والتشغيل جانب اجتماعي. علاش جبت انا القضيه ديال الفقر؟ فعلا كاينه صندوق، كاينه الدراسه ديال الاش سي بي على الفقر وعلى شرائح المجتمع، ولكن الاستاذ موني حطت واحد السؤال مهم، شنو هو الفقير؟ يمكن الناس اللي كيديروا السياسه ما كيبغيوش يوقفوا على هذه المسائل لانه عنده حسابات سياسيه معينه، ولكن الفقير عندنا في البلاد كنعرفوا بان القطاع الغير مهيكل كبير وكبير. نعم. جدا في البلاد. نعم. وبالتالي حتى علاش قلت قبيله بان البلد مغرب استثناء، في الحقيقه بلد استثنائي، لان احنا البلد الوحيد اللي يمكن اللي كتباع فيه البركه ب 15 مليون، وهذيك البركه الا دخلتي للوسط يمكن تقدر تلقاها مؤتته احسن من الطبقه المتوسطه، ولكن كيتعتبر فقير. يعني ان حتى التعريف ديال الفقير انا عندي عليه مجموعه من الملاحظات بالخصوص في المغرب. السؤال ديالك ديال القضيه ديال الازمه، هو خصنا نقولوا بان الحكومه ما باغيش نقول ما مستقلاش، وانما عندنا شركاء ومؤسسات دوليه اللي هما شركاء ديالنا في القرارات اللي كنتاخذوها، وبالتالي حيت كيوصل لك العجز، مثلا العجز ديال الميزانيه ديال الدوله، فاش كيفوت 3% عندي تساؤل علاش 3%؟ 3% لان فقط
السوق الاوروبيه المشتركه فاش بناوها داروا مجموعه من القواعد منها 3% ديال العجز الميزانيه واخدينها حتى حنا حتى رغم ان اقتصادنا ديالنا ما كيشبهش الاقتصاد ديال الدول الاوروبيه واخا حنا خدينا 3% فاش كيقرب الميزانيه كيديباسي ولا كيفوت 3% كنقلبوا على الموارد منين نقدروا نديروا التقليص هذا جانب الجانب الثاني البلاد ديالنا انخرطت في العولمه حنا عضو في المنظمه العالميه للتجاره حنا دخلنا في علاقات وفي الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي حنا دخلنا في واحد الجهه معينه اللي كتسمى مينا ولا شمال افريقيا والدول الشرق الاوسط هاد المعايير كلها الدوليه كتحتم عليك انك تحترم مجموعه من القواعد هاد 3% كتعطي نظره على التدخل ديال الدوله في الجانب الاجتماعي نعم. وبالتالي والجانب الاقتصادي نعم. ولكن العولمه كتحتم على ان الدوله يكون عندها دور معين انا السؤال يمكن ديال العمق اللي خصو يتطرح شنو هو الدور الاجتماعي اللي خصو تلعبو الدوله في دوله في في في, في, في اقتصاد السوق في اطار معولم الاطار المعولم كيحتم على الدوله انها ترجع للور ترجع للمهمات الرجاليه يعني الناس تبقى في الامن وفي ولا تحقق الحمايه الاجتماعيه لمواطنيها وبالتالي السؤال نعم. اللي مهم هما اللي كيقولوا لك حاليا ماشي خصنا نحطوا السؤال واش نصلحوا المقاصه ولا نصلحوها وانما شنو هو الدور اللي خصها تلعبه الدوله في الجانب الاجتماعي والدور اللي خصها تلعبه الدوله في الجانب الاجتماعي انا ما كنهضرش على دور كمي وانما خصو يكون من الجانب الكيفي استاذه لطيفه يعني طرحتي سؤال حول ماذا يعيش الصندوق ولماذا هذه الأزمة يعني الصندوق اللي كان كما أشاروا إليه الإخوة كيشكل واحد النسبة ضئيلة في ميزانية الدولة مثلا في 2004 كان لا يتعدى 0.9% من الناتج الداخلي الخام أصبح يشكل سنة 2012 ما يفوق 6.6% وكما قال الاخ هذا على حساب واحد المجموعه من الـ من الـ من الاشياء الاخرى اللي منها الانفستيسمون اللي منها الاستثمارات نعم. كانت اجتماعيه او اقتصاديه نعم. وهذا الامر اصبح غير متحمل يعني في الظروف الحاليه الحصه الماليه المخصصه لهذا الصندوق وجه من اوجه الازمه طبعا وجه كبير طبعا وجه كبير لان اصبح الإمكانيات المخصصة للصندوق تفوق الإمكانيات المخصصة للاستثمار نعم. وهذا في حد ذاته نعم. خلل كبير نعم. لما يمكنلوش يستمر نعم. يعني ملي في قوانين المالية نعم. كنبرمجوا واحد الغلاف مالي معين كنلقاو راسنا في وسط السنة أو في نهاية السنة ملزمين باش غناخذوا من امكانيات اخرى لتسميم هذا الدعم واصبح يشكل عجز الميزانيه 7.5% في 2012 نعم دونك هاد الازمه ما يمكنش تستمر اذا غتكون على حساب واحد المجموعه من المشاريع واحد المجموعه على لان ملي كنقولوا الاستهداف ملي انا غنعطي واحد مثال بسيط يعني نحن يعني كميناج وكشخص في بيته عندك واحد الميزانيه معينه نعم. يعني عندك واحد الجزء كتخصو للسكن واحد الجزء للاكل واحد نعم. الجزء لدراسه الاطفال يعني ملي كتفرق هذه المجموعه ديال الاشياء وكتجيك واحد الاحتمال كيجيك واحد المداخل ولا واحد طوارئ اللي كتخليك غتقلب غتستدين دونك غتصدق في ازمه دونك الحكومه هي واحد الجزء مسخر لهاد لو فوي نعم. ولا هاد لو ميناج سي لطفي من المقايسه الى رفع الدعم الجزئي عن بعض المواد واش حنا ديما امام مقاربات جزئيه بالفعل وسؤال وجيه غير قبل ما نجاوبك على السؤال لابد من الوقوف على بعض الملاحظات نعم. اولا كل دول العالم عندها معايير لتحديد الفقراء والطبقه المتوسطه والاغنياء المواطنين ديالها عارفه كاين معايير وكذا الى 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 درجه انه البنك الدولي اللي هو حنا مع كامل الاسف
نستمع وننفذ إملاءاته بطريقة سريعة جدا. هو اللي كيوجه الاقتصاد ديالنا، هو اللي كيوجه السياسة ديالنا. تيعطينا الأرقام الأخيرة، هو 13 مليون مغربي يعيشون على عتبة الفقر. 13 مليون، 13 مليون بمعنى 13 مليون فقير في البلاد، والنسبة ديال 30% ديال المغاربة الدخل ديالهم لا يتعدى دولار أو دولارين في اليوم. بمعنى الدولار اليوم هو 4 دراهم ماشي 10 دراهم كما كانت، لأن الدولار هبط. بمعنى عفوا 8 دراهم ماشي 10 دراهم. بمعنى 8 دراهم في النهار اش غادي يدير بها الفقير اليوم على مستوى الا مشى يشري غير ديك البطاطا ومطيشه إيه؟ نعم. فما بالك نعم. في المواد اللي هضرنا عليها وكيدعمها الصندوق. الملاحظه الثانيه، هو قالوا لنا ودي راه الا خرجنا واحد الماده وطلقناها للمنافسه ولا تحرير ديالها بحال الزيت، قالوا لنا راه الزيت غير نخرجوه من الدعم وغنفتحوا هذا المجال للمنافسه راه غيهبط الثمن. هو تزاد 4-5 المرات الزيت اليوم في المغرب بناء على الرقم اللي كان. نفس الشيء الا مشينا رفعنا الدعم على بعض المواد اللي هي باقا الان وهي قليله جدا، الا حيدنا الحجم ديال المحروقات اللي هي تكلف لان هي اللي كتشكل اكثر من 50% من هذا الدعم اللي كاين، كيبقى الدقيق وكيبقى اللي خطير اليوم. حتى هذه المواد المدعمه ما لا تحترم بتاتا الاسعار ديالها اللي كتحددها الدوله. كتشري بوطه مثلا نقولوا ب 10 دراهم وسير الباديه شحال غادي تلقى؟ تزدت عليه 2 دراهم او 3 او 5 دراهم، علاش؟ كيحسبوا عليه الترونسبور. اضيف الى ذلك واحد العدد الدقيق المدعم ما عمرو كيتباع بالثمن اللي مسعره الدوله في جميع المدن المغربيه وفي البوادي. بمعنى انه حتى هذه الصيغه ديال الدعم باش تبقى الاستقرار ديال الاسعار ما كايناش نهائيا. ثالثا بالنسبه للعجز، العجز في الحقيقه فين كاين؟ باقي اليوم ما تنقولوش الحقائق للمغاربه. واش فعلا وصلنا لهذا 50 مليار او 54 مليار؟ كيف؟ وحنا كنعرفوا وقالت الاستاذه الكريمه ان الصندوق هي مؤسسه عموميه خصها تخضع للمراقبه الماليه. لا تخضع للمراقبه الماليه الا بعض الاحيان. التقرير الاول اللي صدر عن المجلس الاعلى للحسابات كان خطير جدا. من بعد المديره الجديده على هذه المؤسسه اصدرت تقريرا خطيرا، وعلى الحكومه انها توقف عنده. بمعنى انه كاين مجموعه ديال الاختلالات، واكثر من هذا ان هذه الشركات اللي كتلقى الدعم كتجيب غير وثائق وكتسلمهم وكتخلص بدون مراقبه بدون تدقيق ديال الحسابات. واحد المجموعه ديال الاختلالات ماشي انا اللي كنقولها، كتقولها بالطبع المؤسسه اللي صدرت التقرير ديالها دارت ليفاليياسيون الاخرى. وكذلك ننتظر تقرير راه يمكن في الاسابيع المقبله يخرج تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات بخصوص هذه المؤسسه. واش هذا 54 مليار صحيحه ولا غير كنكذبوا على المغاربه؟ دونك اعتقد انه كاين اشكاليات كبيره. نعم. الصندوق براسه يعيش اختلالات كبيره وكبيره. نعم. جدا. لا غير غنشوفوا نوقفوا عند واحد الروبورتاج وغنرجع عندك استاذه. نبقاو مع هذا الروبورتاج. التجاره ديالنا بشحال هذه كانت غاده مزيان من الربيع العربي، وهذه وقعت التقلبات هذه، الناس اللي كانوا تيجيو من برا تيكريو الطوموبيلات وداك الشيء ما بقاوش، ولينا تنتعاملوا اصلا مع المواطنين اللي ساكنين هنايا. اذا المواطن اول حاجه تيسول عليها فاش يجي يكري الطوموبيل واش الطوموبيل تتاكل ليسانس، وحنا الطوموبيلات اللي تيكونوا عندنا في البارك ديالنا اللي تنستعملوا الطوموبيله ايسانس ما تنستعملوش مازوت، يعني قليل فين تنشروا المازوت لان الطوموبيله ايسانس ما تتخسرش دغيا، البياس ديالها رخيصه، هادشي علاش نستعملوها. والمواطن تيسول واش الطوموبيله تاكل ليسانس ولا ما تاكلش ليسانس، فاش يولي ليسانس يولي بواحد 14 درهم ولا 17 درهم، شكون يجي يكري من عندك الطوموبيل؟ الو السلام عليكم. لا لا مازوت لا، تقدر تكون واحد 206 ايسانس نهار الجمعه ان شاء الله. واخا سيدي الله يبارك فيك، شكرا. نعم
المواطن تيتقاس مباشره تيتقاس المواطن. بشحال هذه ما كناش نعرفوها كاع حنا بانه راه كاين صندوق المقاصه ولا هذه. ملي جات هذه الحكومه ولينا تنسمعوا بانه كاين صندوق المقاصه، بدينا تنسمعوا بانه كاين مشكل في صندوق المقاصه، شنو هو الحل؟ واش الحل هو تزيد على المواطن؟ ما تنظنش بانه حل. يعني لقاو شي حل اللي يجتهدوا اكثر من هكا باش يكون شي حل اخر اللي ما عرف يخليوا الاشياء كما هي ويلقاو شي حل اخر. الإشكالية المطروحة اليوم هي تضخم حجم الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة مع كل ما يطرحه ذلك من عجز على مستوى الميزانية في ظل الاختلالات تعرفها المالية العمومية، وهو ما دفع الحكومات منذ سنة 1999 إلى التفكير في إصلاح هذا الصندوق، وهو ما يفرض نفسه اليوم بإلحاحية كبرى. الحلول المتوقعة اليوم هي تذهب في اتجاه التقليص من حجم هذا الدعم و تحقيق ما يصطلح عليه باستهداف الفئات الفقيرة والمتوسطة عن طريق آليات متعددة، وهو ما يتجسد من خلال تحرير أسعار بعض المنتوجات أو توزيع مبالغ مالية على الفئات المستهدفة والمستحقة للدعم. هو المقاربات الإصلاحية تختلف، هناك إمكانية إصلاح صندوق المقاصة كما هناك إمكانية إلغاء الصندوق بشكل تام، هذا يرجع إلى القرار السياسي، لكن في عمق المشكل يتجلى في رفع الدعم وأثاره السلبية على مجموعة من الفئات الفقيرة التي ستعرف انهيارا في قدرتها الشرائية، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة التي ستعرف إفقارا اجتماعيا. شفنا في الروبورتاج مس واحد المادة من المواد اللي طرحها إشكال أيضا وترفع عليها الدعم، شنو رأيك؟ هو قبل من جاوبك الأخت مونيا على هذا السؤال، أنا غير كتعقيب على الأستاذ لطفي اللي قال بأن يعني الأسعار المقننة أو المدعمة لا تحترم في السوق، ليس هناك مراقبة، 54 مليار لا تراقب، ليس هناك ضوابط. أنا كنقول له بأن هذه الأسعار إحنا ساهرين عليها باش أنها تطبق وباش أنها تحترم. يعني هو طبيعي بأن قنينة الغاز اللي غتلقى قرب السخيرات ولا قرب مركز التعبئة ما غتكونش بنفس الثمن اللي غتلقاها في على بعد 21 ولا 30 ولا حتى 100 كيلومتر. يعني عامل فارق النقد كيلعب الدور ديالو، حنا كنحددوا الأثمنة يعني الأساسية وعامل النقل هو عنده واحد المفعولة. بالنسبة لما جاء في التقارير حول صندوق المقاصة، فكما كتعرفوا صندوق المقاصة عنده واحد الضوابط، عنده واحد المساطير، يعني ما كاينش ان الدعم يصرف على حسب يعني مستندات اللي غير مراقبة. عندنا مراقبة داخلية، عندنا مراقبة خارجية، عندنا كونترولور ديتا، هذه المسائل كلها مضبوطة. بطبيعة الحال اي نظام كيكون فيه بعض الاختلالات، هذه ما كاينش هو يعني بارفي، ما كاينش بعض الاختلالات اللي حنا ساهرين عليها، واللي النظام الجديد في المقاصة كاين واحد المانجمنت جديد قايمه بواحد العمليه جديده، يعني تصحيح المساطير، تسهيل عمليه يعني دراسه الملفات، يعني احنا غاديين في هذه المنظومه. بالنسبه اللي ما جاء في الروبورتاج واللي طرقوا ليه الاخوه، هو اللي فهمت بان رفع الدعم على ماده البنزين، الكل كيقول بان خاصنا استهداف، خاص هذا الدعم يمشي للطبقات اللي هما كيستحقوه، خاص يعني الشركات الكبرى او الاغنياء ما يستافدوش من هذا الدعم. بالنسبه للبنزين حسب الدراسات لا اللي دارت المندوبيه الساميه للتخطيط، يعني دراسه اللي دارت منظومه الاستهلاك 2004 واللي تحينت 2007، كتقول بان
هاد ماده البنزين ما كيستافدوش منها الطبقات الشرائح لا الفقيره ولا المتوسطه الى حدود الطبقه يعني السفلى المتوسطه. يعني هاد البنزين كيستافدوا منه واحد الشريحه معينه من الناس، كيستافدوا منه السيارات الفارهه. انا كنتسائل واش بحال السيارات الفارهه، بحال السيارات المتواضعه، بحال الدراجات الناريه، واش كلشي في سله واحده؟ مود كنتفق معك، كنتفق معك في هذا، ولكن ما يمكنش حنا غادي نديروا واحد يعني واحد كنقول واحد الاصلاح اللي انتقائي، غندير انا يعني واحد منظومه لهذيك السياره ومنظومه للدراجه، ما يمكنش. هو البنزين ككل ما كيشكل واحد الفئه قليله في الاستهلاك ديال المحروقات في المغرب، اللي كتشكل منها 70 حتى 60 حتى 70% هي حظيره الدوله، حظيره يعني الوظيفه العموميه. يعني علاش غنستمروا هذاك الشيء اللي غادي نربحوا ولا اللي غادي نستافدوا من هذا الاسترجاع الدم غادي نوظفوه يعني في مشاريع اخرى اللي غتكون احسن واللي غيستافد منها، اللي غنعتبروا ان هذا الدعم كيمشي للمستحقين. شنو رايك سير؟ انا اقول صراحه ان نظام المقاصة في المغرب يعرف أزمة، أزمة ناتجة عن اختلالات. الاختلالات ماشي أنا اللي تنقولها، تقرير ديال المديرة الجديدة لصندوق المقاصة اللي هو مؤسسة عمومية، اختلالات خطيرة وخطيرة جدا، يجب أن تقف عند الحكومة وعلى رأسها رئيس الحكومة اللي هو يترأس المجلس الإداري، لأن هذه المؤسسة عندها مجلس إداري يترأسه الوزير الأول سابقا ورئيس الحكومة حاليا، وفيه مجموعة ديال الوزراء، وزير المالية، وزير الداخلية إلى غير ذلك من الوزراء. هذا المجلس الإداري ديال هذه المؤسسة ما كيجتمعش إلا نادرا. لا اسمح لي الأخ لطفي، كيجتمع مرتين في السنة في يونيو وفي دجنبر، وأنا عضو في هذا المجلس كنحضر ليه. لا ما نقولوش مغالطات الناس، كيجتمع والإحصاءات كتضبط والمسائل كلها دابا دابا ما نقولوش مغالطات. شوفوا السادة الكريمة، أنا أولا ما غاديش نكون أحسن من هذه المديرة اللي خرجت تقرير، وتقرير خطير جدا، ويمكن ما قريتيش، أنت عضوة. ثانيا المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقرير في سنة 2008 بأن هذاك الدعم فيه تلاعبات داخل الصندوق، والأموال تصرف للشركات بطريقة غير مراقبة. ماشي اللي كنقول هذا الشيء، المجلس الأعلى للحسابات والتقرير ديال المديرة. بمعنى آخر أن ما يقال أن هذا الصندوق أو هذا النظام يدعم الفقراء لا غير صحيح بتاتا، لأن الفقراء راه تيعانيو والمعاناة كبيرة. بالنسبة للأزمة والاختلالات، اولا عندنا قوانين متقادمه جدا، وعندنا تعدد القوانين، اربعه ديال الظهائر تقريبا شي 12 مرسوم. هاد الشيء كله علاش؟ لانه لحد الان منذ سنه 1977 لم يتغير النظام ديال صندوق المقاصه في المغرب. الطريقه ديال انه اليوم غادي نجيو وطرحتي السؤال وجيه، حنا غاديين دابا في العمل التجزئي من نظام المقايسه، رفع الدعم عن بعض المواد، وخاصة ملي كنزيدوا في المحروقات مباشرة تتزاد في المواد الغذائية بشكل أوتوماتيكي، لأنه كاين النقل والعامل راه أشارت ليه. دونك أنا أعتقد على مستوى القانوني أو التشريعي خص يتعاد النظر فيه، على مستوى طريقة التدبير بالشفافية أنا أعتقد آن الأوان باش نقولوا الحقيقة. 50 مليار ما كايناش، غير صحيح بتاتا، لأن ما يروج له من طرف الحكومة، أنا أتحدث عن الحكومة بمعنى آخر، يجب إعادة النظر في المنظومة ككل، لأن الفقراء اليوم كيعانيوا. واخا عندك شيء؟ لا أنا متفق معك، يعني إعادة النظر في المنظومة ككل، كلنا مع هذا الرأي ومع هذا الطرح. أما باش نقولوا بأن 50 مليار ما كايناش وهناك تلاعبات، كنظن بأن هذا كلام كبير واللي ما عندوش اسنادات وما عندوش. حنا يعني الملف اللي قدمته السيده المديره